نور وأولى مساحاتنا الطبية لليوم راح تكون مع عالم الجمال وأيضا في الجراحة الطبية اللي احنا بنسميها بما يخص موضوع البداني، يعني قديش في اليوم نتيجة نظام حياتنا الغذائي والأكل اللي عم ناكله كتير أشخاص عم يعانوا من موضوع البداني. أكيد نيرمين، وكمان الأطفال عم يعانوا منه بشكل كتير كبير. يمكن مثل ما قلنا اختلف ستايل الحياة اللي عم نعيشه، التوجه للوجبات السريعة بسبب ضيق الوقت، لأنه بتلاقي الواحد بيشتغل لفترات طويلة ما عنده الوقت الكافي يمكن لياكل أكل صحي أو يعمل أكل صحي. وأجسامنا للأسف يمكن نحن بعالمنا العربي مهيئة للبدانة بتحسية أكثر من غيرها. نحكي عن هذا الموضوع أكثر معنا الدكتور ياسر الدرع، أخصائي جراحة عامة وتنظيرية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم، صباحكم خير إن شاء الله. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك دكتور. خلينا بداية نعرف موضوع البدانة طبيا، يعني منشوف بعض السيدات أو حتى الرجال كم كيلو زيادة بيعتبروه بدانة، فشو هو مفهوم البدانة طبيا؟ هلأ بشكل عام مفهوم البدانة هو تراكم للشحوم أو الدهون بالجسم، طريقة بيأثر على صحة الفرد بشكل عام. هلأ بمفهوم الفيزيولوجي أنه على صعيد السعرات الحرارية، يعني عم تكون أنه السعرات الحرارية اللي عم نكتسبها أو اللي عم ناخدها من الطعام ما عم نحسن نطالعها أو عم تضل مخزنة عنا، وبالتالي عم تراكم شحوم عنا. صراحة موضوع البدانة هي يعني معركة لدى نفسية لدى الفرد ولدى مجتمعية بشكل عام، وخاصة هلأ بالعصر الحديث. وهذا اللي بدنا نوقف عنه دكتور بشكل يمكن مطول. مثل ما قلت هي أساسا تراكم للدهون ما عم نعرف نصرفها بطريقة صحيحة. اليوم يمكن ستايل الحياة اختلف، حتى الناس بتلاقي ما عم تتحرك كتير للأسف. قبل بتلاقي كان الموضوع مختلف، أي حدا بيبسط بيروح بيشتري أغراضه هو لحاله. هلأ يمكن حتى على التطبيقات بتلاقي الناس عم تطلب أغراضه بتجي على البيت، فحتى ستايل الحياة بشكل مجمل اختلف 100%. بس الأسباب الحقيقية للبدانة، يعني نحن دائما نقول حياتنا اختلفت بس هناك أسباب أخرى، يعني خلينا نحكي عنها بشكل موسع. أسباب البدانة كلياتها هلأ بشكل عام فينا نقول معظم الاسباب عم تكون، هلا طالما عندنا معظم اجسامنا تكون مؤهبه للبدانه بشكل عام، فمعظم الاسباب انه قله الرياضه، الاكل، الوجبات السريعه، ما في نظام صحي جيد لنا. في طبعا اسباب ممكن تكون وراثيه، مثلا اذا الاب بدين والام بدينه فعلى الاغلب يعني 80% يكون الطفل بدين او يصير عند الشاب بعمر الشباب يصير بدين. في اسباب مثلا هرمونيه، مثلا ممكن تكون مرضيه، قصور الدرق مثلا، قصور غدد معينه. صحيح. وفي ثاني طبيعه الجسم بشكل عام، انه مثلا انا واخوي ممكن انا اسمن اكثر من اخوي، ممكن انا مع انه بلعب رياضه ونظامي صحي بس بضل انا مثلا جسمي عم يخزن. شو بدك اختلاف طبيعه جسم؟ يعني في ناس بتاكل كثير كثير. تماما اختلاف طبيعه جسم، كل جسم بيختلف عن الثاني، حتى مثلا انا واخوي او نحن توم او شيء، فانه اختلاف طبيعه جسم يعني موضوع ممكن يكون وراثي وبشده. بالتالي انه ما قارن حالنا بالثانيين من حيث هذا الموضوع. دكتور خلينا نحكي اكثر كمان عن مضاعفات السمنه، يعني نحن لما نحكي عن زياده الوزن مو بس عن شكل ممكن يكون يضايقنا او يعني امور جماليه، ولكن هناك يعني ممكن يكون في تبعات على صحتنا. السمنه رح تؤدي يمكن لبعض الامراض، خلينا نوضح اكثر هاي النقاط. هلا اكثر مرض شائع لدى البدينين هو مرض السكري، يعني لاحظناه ارتفاع الضغط، لانه عم يرتفع نسبه الشحوم والكوليسترول بالدم عم يؤدي لارتفاع ضغط الدم. نسبة مرض السكري عم يصير للشخص مقاومة على الهرمون الأنسولين، بالتالي أنا الأنسولين ما عم يأثر على الشحم، ما عم يأثر على العضلات بشكل جيد أو مثل ما كان قبل، مثل ما الشخص العادي صار عنده مقاومة، صار لسه عم يراكم دهون أكثر. هي يعني أشياء الأمراض عنا. في أمراض على الصعيد التنفسي مثلا، ضيق التنفس على الصعيد، حتى الأورام، يعني ممكن الأورام بتزيد الشخص اللي بياكل كثير مو مثل الشخص العادي، او اورام المري بتزيد اكثر، اورام المعده، اورام الكولونات، هذول كلها بتزيد اكثر لانه عم بيستخدم السبيل الهضمي اكثر من باقي الاشخاص. هي كلها يعني عم نعطي شغلات مؤهبه للسرطانات او الاورام اكثر. فكثير موضوع البدانه جدا حساس من حيث الامراض، وكثير شائعه امراضه حتى على صعيد الجلدي. مثلا المريض بتحسي البدين بصير عنده خراجات بالجلد اكثر، التهابات اكثر، التهابات فطريه كثير شائعه عند البدينين كمان بالجلد. هي بس يعني على الصعيد الاشعاعي، يعني هي اساسا البدانه لها تاثير كثير كبير على صحه الشخص. خلينا نحكي عن البدانه عند الاطفال، يعني اذا بنحكي عن اسباب البدانه عند الاطفال هي
نفسها أسباب البدانة عند الكبار ولكن تختلف نوعا ما. يمكن كمان العامل الوراثي بيلعب دور كمان. تمام، عامل وراثي ثاني كمان هو دور الأهل، يعني الطفل مدلل فلازم إنه كل شيء نأمن له وهيك، فهذا كثير مهم إنه خصوصي هلأ عن انتشار الموبايلات أو التابات، فالطفل عم يقضي أوقات كثير طويلة على الموبايل. يعني حتى ما يعني مقضي وين أكله، بالشيبس، بالوجبات السريعة، إنه لا بدي بيتزا خلص بده بيتزا خلص بيتزا معناتها، أو بدي برجر خلص برجر. فكتير بدنا ننتبه إنه على أكل الصحي، على السلطات، التفاح، الفواكه، هي كتير مهم للأطفال. يعني الأطفال أغلب سمنتهم وبدانتهم عم تكون بهالعمر، غير إنه تكون مرضية. بس أحيانا بيكون الطفل بديين، مثلا الأهل بيقولوا لك أول سنتين ثلاثة عادي، بتلاقي الأم طول الوقت عم تطعمي عم تطعمي، بعدين على الست سنوات بتقول لا ابني صار عنده بدانة. تمام. هي أساسا بتختلف يمكن من البداية مع الطفل، طريقة تعامل الأهل مع الطعام. تماما تماما. ف يعني الطفل بعد ما مثلا بعمر العشر سنين هذا كثير شائع مثلا العمر لا يصير عنده بدانه، بتصير بتكثر وجبات السريعه عنده، بزيد قعده على الموبايل، بزيد هيك. حتى اذا في امراض مثلا كقصور درق او امراض هاشيموتو او غير، يعني امراض كقصور هرمونات، فممكن تظهر اكثر كل ما مثلا شخص كبر بعمر، فبتظهر اكثر خصوصا بعمر الطفوله. طيب دائما دور الوراثي او الجيني. طيب دكتور خلينا نحكي عم نحكي عن موضوع الاطفال والسمنه اللي بيعانوا منها، ممكن نضطر نخلي الطفل يلجا احيانا لعمليه جراحيه اذا كان عنده كثير وزن زائد؟ تنصح بهذا الشيء ولا لا؟ يعني اذا ما قدرنا مثلا عليه بالحميه او حتى بالرياضه وكان هو فعلا عم يعاني من وزن كثير كبير وكثير زائد، موضوع العمليه ينصح فيه للاطفال؟ هلا بشكل عام للاطفال يعني في عمر معين، احنا مع معظم الاحيان بنكون مثلا بعمر 18 وفوق في حال العمل الجراحي، بس انه في كثير يعني في تراتبيه بالاول، يعني في مثلا دايت، في ننتبه نغير له نظامه الصحي يرجع مثل قبل، كثير يتحسن الاطفال، لعب رياضه كثير مهم، ترتيب وقته وتنظيم النوم. مثلا بعض الاطفال انه ممكن يقولوا لك انا ما باكل ولا شيء، بيجي بالليل باكل عن ثلاث اشخاص صحيح وبنام. في كثير اشخاص هيك، يعني حتى اوقات الاكل تبعه كثير مهمه. آخر شيء ممكن نفكر فيه الجراحة. جراحة هلا أشياء شيء بدي العمليات الجراحية، عملية أصمادة، سليف يعني. بس لنوصل لهي المرحلة في طرق علاج طويلة، يعني لما يكون في حالة ميؤوس منها في مشكلة أساسا بتصريف الدهون عند الشخص. خلينا نوقف عند طرق العلاج دكتور شوي شوي، يعني أنا لما بدي أتجه نحو العلاج بالبداية، لأنه يختلف علاج أساسا الكبار عن الصغار، وإذا شخص عنده أساسا أمراض مختلف عن الشخص اللي فقط عنده بدانة، لأنه البدانة تؤدي إلى أمراض أساسا. خلينا نحكي عن طرق العلاج والصيام المتقطعة، منشوفه يمكن نوعا ما منتشر بشكل كثير كبير، هو من طرق العلاج؟ وهل ممكن كمان نعتمده شوي للأطفال ما فوق السن 10 سنوات؟ تمام. هلأ في مشهر الـ BMI، هي اللي احنا عم نعتمده هلأ حاليا. الـ BMI هو وزن الجسم على مربع الطول بالمتر، يعني إذا طولي 170 ف 1.7 مربع، يعني وزن على مربع الطول. بشكل عام الإنسان الطبيعي رح يكون بين 20 25 27، بس إذا كان مثلا ب 30 أو 35 هذا طفل بدين، فوقتها بنبلش من الصفر، حمية، دايت، تمارين رياضية، بنضل هي بشكل عام. يعني لازم نحس بحوالي 3 شهور لست شهور نحس إنه في شيء عم يصير، إنه في تغيرات بالجسم، مثلا بلش ما استجاب، استجاب، بنشوف وضعه، نراقب وزنه، كثير مهم. بده وقت اساسا ليتهيأ، بده وقت يعني تماما. في موضوع الدوائي، يعني في ادويه نزلت اخذت بعض، يعني في بعض اخذت موافقات الـ FDA للاطفال بيعمل 18 تقريبا ممكن استخدامها. دكتور هون نحن عفوا عم نحكي عن قاطعات الشهيه، لما نحكي عن ادويه التنحيف الناس بتخربط. هلا تمام جاي انا اليوم، هلا مو كلهم بيقطعوا الشهيه، في منهم بس مثلا بيوقفوا امتصاص الدهون، بيلعبوا على تحريض بس على امتصاص الدهون. بس مشكله بشكل عام الادويه للطفل عم انه صح مثلا خسر شوي، وقفت خساره الوزن عند حد معين وبترجع بطريقه كثير رهيبه، يعني بسرعه كثير، يعني خلال مثلا اسبوعين كل شيء نقصه هالخمسه سته كيلو على 10 كيلو بيرجع فورا. فكثير نحن يعني بعيدين عن موضوع الدوائي للاطفال من وراها، غير تاثيرات الجانبيه هي تاثيرات الاكتئاب. الصيام المتقطع يعني لا الصيام المتقطع تمام. بنحس الصيام المتقطع ما بصير الطفل يصوم 24 او 35 ساعه، هي ابدا ما بصير. صيام متقطع ما كثير بننصح فيه للاطفال، بننصح فيه اكثر على الدايت، انه ينصح تناول الخضروات، الفواكه، الصحي يعني تماما. يعني الصيام المتقطع الصحي، يعني بنسمع انه مثلا 16 ب 8 14 ب 10، شو هو الشيء اللي ما فيه يمكن
استنزاف لطاقه الجسم بشكل كبير. لا هو يعني بشكل عام انه تصومي الطفل اهم شيء، ما تصومي الطفل للكبار يعني اكثر للكبار 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 هو يعني صيام متقطع كثير نحن بعيدين عنه، انه كثير ركزنا انه صيام متقطع عن بعد شوي عنه، بحيث انه احنا عندنا انه اكل صحي، فينا هذا انه نقضي الحاجه باكل صحي. هي طبعا اذا كان مريض متعاون هي اهم شغله، نفسيه المريض كثير بتلعب دور. صحيح. اذا المريض ما تعاون معي فانه هيك عم نسال عن كل الاستفسارات لانه هي تمام. اساسا بيكون في مشاكل، وحتى يعني نفس المريض حتى عند البالغ مثلا اذا كان عنده مثلا صدمه نفسيه مثل الطلاق او امراه حامل مثلا او اي شيء، فانه هي كمان عامل نفسي بيهب الاكل اكثر او صعب انا اعالجه، فلازم اعالجه نفسيا واعالجه بنفس الوقت عن طريق الوزن. طيب دكتور خلينا سألتك من شوي هذا السؤال لكن خلينا نوضحه أكثر للناس، في مؤشرات يعني مثلا لدرجات السمنة، في شيء البدين غير السمين غير اللي عنده وزن زائد، في تراتبية اليوم كطب تمام. يعني منصنف الأشخاص هنن بأي مجال عم بيكونوا؟ هلا في مشعر البي ام اي اللي حكيت عنه هذا اللي بيصنف عندك من 20-25 هذا الوزن الطبيعي، عندك من 25-30 هذا بيكون انه في زيادة الوزن مؤشر وليس عم نحكي ايه هذا المؤشر كمية الزيادة. أيوة. كمية الزيادة كمان تلعب دور على محيط الخصر. يعني مثلا صح أنا مثلا ممكن تقيسي خصري يطلع أنه 25 قصدي أنه تقيسي البي ام اي تبعي يطلع 25، بس تشوفي محيط خصري أنه في كمية دهون أنه في شيء مو غلط، فأنه مو دائما لازم اعتمد على البي ام اي، أنه لازم اعتمد على محيط الخصر وعلى البي ام اي سوا. وصراحة هو موضوع متشعب أنه لازم يكون طبيب كتير خبير حتى يعرف أنه هي هل فعل هي دهون ولا هرمونات جسم. في دهون شيء بنسميه نحن يمكن دهون عنيدة، يعني عنيدة. في ناس بتقول لك مثلا أنا بنحف بس بنحف بمناطق معينة بالجسم، في تراكم للدهون بالجسم مثلا بالورك أو بالإيدين أو بالفخاذ أكثر من مناطق أخرى، بتلاقي بتبذل مجهود كثير اسمها دهون عنيدة، هون بيتم التعامل معها كيف هي الدهون بنفس طبعا. طريقة البدانة العادية ولا بيكون في نظام غذائي مختلف؟ هلا معظم هي الدهون المعنده انا لازم التزم بالرياضه، هي اهم شغله. ثاني شيء هو طبيعه الهرمونيه للجسم، يعني اكبر دليل على الطبيعه الهرمونيه بين الذكر والانثى او بين الامراه والرجل، بتلاقي الامراه عندها الدهون بالورك وما حيط الصدر، اما الرجل لا بتلاقي عند البطن. فانه فالطبيعه الهرمونيه لكل جسم لحالها عم تلعب دور. غير هيك انه في حال عندنا في خربطه بالهرمونات هون كمان بيتم الشغل عليها. طبعا في طبعا ممكن واحد يشوف هرمونات يشوف يعاير كل شيء، يعني في تحاليل كامله الواحد لازم يعملها، مو بس مثلا على صعيد الرياضه او صعيد لا، انه في شغلات هرمونيه في تحاليل لازم انا اتاكد منها هل فعلا انه في شيء ولا لا. من حيث الرجل يعني في حال انه عندي شيء معند ففي عمليات مثلا شفط الدهون، هي عمليات الشفط، بس المشكله انه هي العمليات او شد البطن شفط الدهون هلا مشكلته انه ممكن ينكس، فانا لازم ننتبه صحيح. منيح انه انا صح ورجعت انه خلاص عملت شفط ومشي حالي، لا انه انتبهوا ممكن ينكس وممكن يرجع بعد سنه بعد 6 اشهر، يعني في حال لازم ما التزمت بالحميه. هو مع الالتزام مع النظام الغذائي بيمشي تماما. طيب دكتور بالوقت المتبقي القليل نصائح سريعه اليوم. نصائح سريعه، اهم شيء نراقب وزننا سواء عم بينقص وزننا ولا عم يرتفع، كمان نقصان الوزن مشكله، يعني في كثير اورام او شيء او قصور هرمونات، كمان ارتفاع الوزن لازم نراقبه يوميا، التزام بالرياضه كل يوم ساعه اقل شيء، يعني بين 60 ل 90 دقيقه، الدايت الفواكه الخضروات، اهم شيء اي زياده او حسيت انه في شيء مثلا بجسمي فورا راجعوا الطبيب، انه في يعني انه في حال انا عندت في حال ما صار حتى اي دواء. طب لكل النساء الحوامل اللي بتقول لك بعد الحمل انا كان جسمي مثالي وما احلى، بعد الولاده ما عم اقدر اتخلص من كميه، نرجع للجايد لاينز انه نرجع من الدايت بعدين الرياضه، ما مشي حال ممكن استعين بالدواء، بس انا ما بنصح كثير بالادويه، ما مشي حال ممكن لعمليات مثلا شد البطن. هلا معظم الحوامل لاحظت انه عم تكون ترهل الجلد، انه انا عندي جلد مترهل ما عندي انه هالزياده بالشحوم، جلد مترهل بده شد بطن، بده رياضات اكثر، بده تمارين معينه ممكن الجا لها بعد العمل الجراحي، هي اكثر شيء بتميل اكثر لهال. اكيد نتشكرك دكتور ياسر الدرع اخصائي في الجراحه العامه والتنظيريه على وجودك معنا، ونتمنى اكيد السلامه والصحه لكل الناس، شكرا كثير. شكرا لكم، تشرفت فيكم ان شاء الله.